بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بحضراتكم في حلقة كاملة جديدة بقلم الكاتبة المبدعة هبة رمضان. يلا نبدأ ونقول بسم الله. نهاد قاعدة بتتكلم مع عمتها سامية وجوز عمتها منصور، والحاج منصور بيقول: بقولك ايه يا نهاد يا بنتي، احنا عارفين انك دلوقتي ملكيش اي مصدر دخل تصرفي منه، ده غير كمان انك ساكنة بالايجار، وصاحب البيت لو صبر عليكي شهر مش هيصبر عليك التاني، ده غير كمان يا بنتي كلام الناس، طالما في بنت قاعدة لوحدها الناس يا بنتي مش هترحمها، عشان كده انا جاي النهاردة مع عمتك عشان اقولك تيجي تعيشي معانا. انت عارفة اني ما عنديش في الدنيا غير بنتي سلمة، وبدل ما يبقى عندي بنت واحدة يبقى عندي بنتين، أبوكي وأمك الله يرحمهم كانوا أعز الحبايب. كنت ملاحظة إن عمتي سامية قاعدة مش على بعضها، وكأن الكلام مش على مزاجها، وردت وقالت: بقولك إيه يا حبيبتي، عمك منصور مش قصده يضغط عليكي، هو بس بيقترح عليكي، يعني مجرد اقتراح مش أكتر، فلو انت يا اختي مش حابه تيجي تقعدي وعايزه تفضلي هنا براحتك، وبرضو هنيجي نبص عليكي ونطمن عليكي من وقت للتاني، وعمرنا ما هنسيبك لوحدك وهنساعدك برضو باللي نقدر عليه. اسكت انت يا ساميه، انا ما بقولش مجرد اقتراح، انا بتكلم بجد، دي بنت ومش هينفع تقعد لوحدها، وبعدين هو انت فاكره ان هتخصك لوحدك؟ المرحوم ابوها كان اكتر من اخويا، يعني حتى لو ما كنتيش عمتها كنت برضو هجيبها تقعد عندنا، فالموضوع يا بنتي مش اقتراح ومش هقبل فيه اي مناقشه، انا جاي النهارده عشان اخدك. يلا يا حبيبتي قومي لم هدومك وتعالي معانا. انا متشكره جدا يا عمي، متشكره قوي على شعورك الطيب ده، بس عمتي عندها حق، انا ما ينفعش اكون تقيله على حد، وبعدين انا مقرره ان انا اعتمد على نفسي، كل اللي انا طالباه بس من حضرتك انك تساعدني عشان الاقي شغل، حضرتك عارف ان الشقه دي بالايجار، وبابا الله يرحمه كان شغال باليوميه، يعني انا حاليا ماليش اي مصدر دخل، فانا هكون شاكره ليك جدا لو قدرت تلاقي لي اي شغل. يعني هادي يا حبيبتي، لو كان ابوكي فارق الحياه فانا يا حبيبتي اخوه وفي مقام عمك، ومش هقبل ان بنت اخويا تنزل تشتغل وانا على وش الدنيا. انت هتيجي تقعدي عندي وطلباتك كلها مجابه، اتفضلي يلا ادخلي حضري شنطتك وانا مش عايز مناقشه في الموضوع ده تاني. حاضر يا عمي تحت امرك، بس بعد اذنك انا كنت عايزه احتفظ بكل العفش بتاع والدي ووالدتي، عشان يعني دي الذكرى الوحيده اللي فاضله ليا منهم، فبعد اذنك انا مش عايزه ابيعه ولا افرط فيه. بقولك ايه يا نهد يا بنت اخويا، بيع يا اختي العفش، انت اولى بفلوسه، بلا ذكرى بلا كلام فارغ، ذكرى ابوكي وامك جوه قلبك، هو انت يعني مش هتفتكريهم الا بالعفش؟ يا حبيبتي انت هتودي فين العفش ده كله؟ انا من رايي بقى ان انت تبيعيه وتستفيدي بحقه، ما انت برضو اكيد هتحتاجي فلوس علشان على الاقل تدفعي الايجار المتاخر. خلاص ما تقلقيش يا حبيبتي، اسكتي خالص يا سامية لو سمحتي، انا عامل حسابي ومكلم صاحب العمارة اللي احنا ساكنين فيها عشان اجر منه الأوضة اللي فوق السطوح، عشان كنت عارف ومتأكد ان انتي هتحبي تحتفظي بالعفش، فاحنا يا حبيبتي هنحط العفش فوق لحد لما نشوف هنعمل فيه ايه. لا يا عم منصور كده كتير قوي، عمتي عندها حق، في ايجار متأخر على الشقة هنا شهرين وانا ما معيش اي حاجة، لا ذهب ولا فلوس، وكفاية ان انا هقعد عند حضرتك وهتتحمل مصاريفي، ما ينفعش كمان تتحمل ايجار الشقة وايجار اوضة نحط فيها العفش. متشكرة قوي يا عمي لحضرتك، مالكيش دعوة بالايجار يا ناهد، انا هتصرف، وبعدين هو انت مفكرة ان انت لوحدك اللي عايزة تحتفظي بذكرى من ابوكي؟ انا وابوكي اللي شارين الفرش ده حتة حتة، وابوكي كان مختاره على ذوقه، انا كمان لا يمكن افرط فيه، عشان كده يا حبيبتي الفرش ده هيبقى في ضلمة عان، يمكن تتجوزي وتحبي تاخدي منه اي حاجة. خلاص بقى الموضوع ده انتهى، اتفضلي ادخلي جهزي شنطتك. سبتهم ودخلت عشان احضر هدومي، لكن سمعت عمتي وهي بتتكلم بصوت عالي وبتقول:
ما كانش فيه داعي للي انت قلته ده كله يا منصور. بتمسك فيها ليه يا اخويا؟ انها تيجي تقعد عندنا قوي كده، ما كنا خدنا بالنا منها وهي قاعده هنا في بيتها، وكانت تشتغل وتصرف على نفسها. الدنيا غاليه واحنا عندنا بنت وعايزين نجهزها، وكمان يا اخويا ايجار ايه اللي انت هتدفعه؟ طب ما بعتش البيت الفرش ليه وكنا سدينا منه الايجار؟ انا بصراحه ربنا شايفه ان انت دبستنا في حاجات كتير قوي احنا ملناش دخل بيها. تصدقي بالله يا ساميه، انا كل يوم بعد عليا بحس ان انا كنت غبي ان انا اخترتك، لان دي بنتك، بنت اخوكي، يعني المفروض ان انت اللي كنت تعملي كده وتصممي عليه، عشان تبقي عارفه بقى انا حتى لو كنت متجوز واحده غيرك كنت هعمل كده مع نهاد، لان ابوها الله يرحمه كان اخويا وصاحبي، يعني مش عشانك. واعملي حسابك، اياكي اياكي يا ساميه الاقيكي بتعامليها وحش. حاكم انا عارفك وعارف ان انت طول عمرك بتغيري منها ومن امها، فلو سمعت انك زعلتيها انت او اي حد تاني اقسم بالله ما هيحصل لك كويس. على قد ما انا كنت مبسوطه ان في حد واقف في ظهري، على قد ما كنت زعلانه ان عمتي اللي المفروض تكون سندي الوحيد في الدنيا واقفه ضدي ومش عايزاني في حياتها. بس زي ما قلت لكم قبل كده انا كنت مجبره على الوضع ده، وعشان كده لميت هدومي ورحت معاهم. وفعلا عم منصور نفذ وعده واجر الاوضه اللي فوق السطوح اللي هو كان عايز يحط فيها العفش، وشودنا فيها عفش الشقه كلها، وكنت مضطرة اني اقعد مع سلمى في اوضة واحدة لان شقتهم كانت صغيرة قوي وما فيهاش غير اوضتين اتنين بس. وفي ليلة كنت قاعدة في الاوضة وسمع سلمى وهي بتكلم مع مامتها في الصالة، وسلمى بتقول انت بتهزري يا ماما، انت ازاي عايزاها تقعد معايا في الاوضة؟ انا وهي نقعد في اوضة واحدة؟ انا لا يمكن هقبل كده ابدا. انت مش عارفة انها عندها مرض جلدي؟ افرضي يعني ان انا تعديت منها وبقيت مشوهة زيها، انت يرضيكي كده عشان هي بنت اخوكي تعيش مبسوطة تقوم انت تدمري لي حياتي ولا ايه؟ اهدي بس يا حبيبتي، والله انا مالية اي ذنب في اللي بتقوليه ده. ده ابوكي يا اختي الله لا يسامحه هو اللي صمم انها تيجي وتقعد عندنا يا اختي. انا ان كان عليا زي زيك بالظبط، لا عايزاها هنا ولا طايقاها، بس معلش بقى استحمليها كام يوم بس لحد لما اشوف لها اي مكان. واوعدك ان الموضوع ده مش هيطول كتير، هما بس كام يوم على ما ابوكي يهدى كده واعرف اتكلم معاه. ما كنتش حابه بصراحه اني اعيش في حرب، عشان كده اول ما عم منصور وصل قعدت اتكلمت معاه وقلت له بقول لك ايه يا عم منصور، انا عملت كل اللي حضرتك طلبته مني اهو، بس بعد اذنك بقى انا مش هرتاح الا لما تنفذ اللي هقولك عليه. لو فعلا بتعتبر ابويا الله يرحمه اخوك وعايزنا بقى عايشه مرتاحه هتنفذ اللي هطلبه منك. قولي يا بنتي عايزه ايه، اي حاجه هتطلبيها انا عينيا ليكي. قولي اللي انت عايزاه انا هعمله لك على طول، واوعي تفكري نفسك غريبه او انا بعمل كده عشان بمن عليكي. كل اللي انا بعمله معاكي ده رد بسيط جدا لجمايل ابوكي عليا. قولي يا حبيبتي عايزه ايه. انا عايزه حضرتك تبيع جزء من عفش الشقه بتاع بابا وماما، وتسيب بس الحاجات اللي تنفع تتفرش في الاوضه اللي فوق، وهبقى اطلع اقعد في الاوضه فوق عشان ابقى براحتي. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ هي عمتك وسلمى لحقوا في الوقت القليل ده، مسافه ما طلعنا العفش الشقه وخلصت موضوع الايجار مع الراجل، لحقوا انهم يخلوكي مش طايقه تقعدي هنا ولا ايه؟ والله يا بنتي انا تعبت منهم ومش عارف اعمل معاهم ايه. لا ابدا يا عمي، هما ملهمش اي ذنب، انا بس اللي مش حابه اني اقعد مع سلمى في اوضه واحده. يعني انا لو مكانها كنت هبقى متضايقه برضو ان في حد هيشاركني في اوضتي عشان ابقى مرتاحه وهي تبقى مرتاحه. فالحل اللي انا قلت لك عليه هيبقى افضل، وبعدين انا طول النهار هبقى معاكوا تحت ومش هطلع الاوضه غير على النوم وبس. خلاص يا بنتي طالما الوضع ده اللي هيريحك فانا هنفذ لك اللي انت عايزاه، بس مش هعمل كده عشان عايزك تبعدي عني. ربنا يعلم اني هعمل كده عشان اريحك انت، لان انا عارف ان لعمتك ولا سلمى هيسيبوكي ترتاحي طول ما انت هنا. وفعلا فرشنا الاوضه اللي فوق وطلعت الحمد لله كبيره، فقدرت ان انا احط فيها اوضه النوم وجزء من الانتريه كمان وبوتاجاز عشان لو حبيت اعمل حاجه عليها.
بقيت أنزل طول النهار وأطلع على النوم وبس. وفي يوم كنت في المطبخ وعمتي سامية وسلمى بنتها بيتكلموا في الصالة، وسلمى بتقول: عملتي ايه يا ماما في الموضوع اللي قلتلك عليه؟ يا ترى كلمتي بابا على فرح صاحبتي اللي المفروض اروحه ولا برضو نسيتي؟ ده انا مكلمكي بقالي اسبوع، وكل لما اسالك عملتي ايه تقوليلي انك نسيتي الموضوع. خلاص يا ماما الفرح بكره، يعني مفيش وقت، يا دوبك احضر نفسي. بصراحه كده انا ما نسيتش ولا حاجه، انا كلمت ابوكي من يوميها زي ما انت قلتيلي، بس كل الايام اللي فاتت كنت بقولك ان انا نسيت عشان ابوكي مصمم ان انت تاخدي نهاد معاكي. اوف، هو في ايه بقى يا ماما؟ ان شاء الله انتوا بقيتوا فرضين نهاد دي عليا في كل حاجه، مش كفايه انها قاعده في وشي ليل ونهار، كمان عايزين اخدها معايا فرح صاحبتي، هي اصلا ما تعرفش حد هناك عشان تروح، ده غير ان انا هتكسف امشي معاها بوشها المشوه ده. والله يا بنتي قلتي لابوكي كده وحاولت اقنعه، بس هو قال لي بقى لو نهاد مش هتروح معاها يبقى سلمى مش رايحه، هو بيقول انها محبوسه طول النهار وما بتخرجش ابدا من البيت، وعايزها تروح معاكي عشان تتهوى كده وتشوف الناس وتفك عن نفسها. لا يا ماما، ما هو لازم تحبس نفسها في البيت، هو اللي شكلها عامل كده المفروض يعني انها تخرج وتوري وشها للناس ازاي؟ ده انا لو مكانها كنت دفنت نفسي وانا صاحيه عشان اخلص من الشكل المشوه ده. وطي صوتك يا بنت، وطي صوتك لا تسمعك وتروح تقول لابوكي، انت عارفه يا اختي ابوكي بيحبها قد ايه، وانا مش عايزه مشاكل مع ابوكي، كفايه اللي بيقعد يسمعه لي بسببها، ده يا اختي ما ببطلش يطلب مني ان انا عاملها كويس وقول لي ناديها تقعد معانا ولا اطلعين تقعدي معاها فوق في الاوضه. كلام غريب كده، انا مش فاهماه بصراحه. ربنا ابوكي عامل موال كده عشان خاطرها ملوش اي لازمه. بقولك ايه يا ماما، انا ماليش دعوه بكل اللي بتقوليه ده، انا مش هاخد البني ادمه دي معايا مهما عملتوا، انتوا عايزيني اوري وش ازاي لاصحابي وهي معايا؟ لو انتوا صممتوا انها تروح يبقى انا كده بقى مش هروح الفرح. ودخلت سلمى اوضتها وهي بتعيط، وطبعا انا قررت ان انا مش هروح، بس عملت نفسي اني ما سمعتش اي حاجه. وفي الوقت ده عشان عمتي ما تتهمنيش ان انا كنت بتصنت عليهم، سكت خالص وما رضيتش اتكلم، ودخلت اوضتي ونمت وعديت الليله. وتاني يوم كان عمي منصور وعمتي ساميه قاعدين في الصاله، وعمي منصور بص لي وقال: ايه ده يا ناهد، انت ما قمتيش تجهزي نفسك ليه عشان تروحي مع بنت عمتك الفرح؟ احنا مش متفقين ولا ايه؟ معلش يا عمي، انا بصراحه ربنا كده مش هينفع اروح الفرح مع سلمى، اصلا انا حاسه اني مرهقه قوي وتعبانه ومحتاجه اني اطلع الاوضه نام وارتاح شويه، وبعدين انا ما اعرفش حد في الفرح ده، كلهم هيبقوا اصحاب سلمى وانا هبقى متضايقه لاني ما اعرفش حد هناك. في الوقت ده وقبل ما ارد على عمي منصور لقيت سلمى خارجه وقالت: بعد اذنكم انا نازله بقى عشان مش عايزه اتاخر على صحباتي، لان احنا متفقين ان احنا هنتقابل قدام القاعه وهندخل كلنا مع بعض، ومش عايزاهم يقفوا يستنوني كتير عشان ما يدخلوش ويسيبوني لوحدي. استني يا بنت، انتي مش هتروحي لوحدك، واختك نهاد بتقول انها تعبانه ومش قادره تروح، عشان كده مفيش افراحها تروحيها، اتفضلي ادخلي اقلعي هدومك وتعالوا اقعدي معانا، انا عارفك هبله وطايشه، وطبعا لو رحتي لوحدك هتسرحي وتفضلي ترقصي وتزغرطي وتفرجي الناس عليكي. هو انت ليه يا بابا مش مديني اي فرصه الا لما تنكد عليا؟ حتى فرح صاحبتي والست هاني ما عملت نفسها تعبانه عشان تنكد عليا، انت كده يا بابا ما بتحبنيش ولا عايزني اروح افرح ابدا. انا مش فاهمه يا بابا، من يوم ما الزفته دي جت وانت بقيت بتكرهني ليه؟ خلاص يا سلمى ما تضايقيش نفسك، انا اسفه، انا هقوم البس دقيقه واحده بس واجي معاكي، انا بصراحه ربنا ما كنتش عايزه اروح عشان اسيبك براحتك مع اصحابك، وانا برضو ما اعرفش حد هناك، وكنت هبقى مكسوفه قوي ومحرجه في الفرح مش اكتر، فكنت حابه ان انت تبقي براحتك مع صحباتك بس كده يا حبيبتي. طب يلا يا اختي قومي البسي وخلاصي بقى، خلينا نلحق نقعد شويه في الفرح، انت سامع بابا بيقول ايه؟ بلاش نتاخر، ولا انت عايزه مسافه ما نوصل بابا يتصل وقول لنا انتوا اتاخرتوا ويلا عشان ترجعوا، صح يا ست ناهد؟ وقمت بسرعه ولبست في اقل من دقيقه ورحت معاها،
لكن طول الطريق كانت مكشرة ومش طايقة نفسها ولا طايقاني، لدرجة إنها ما تكلمتش معايا كلمة واحدة. لكن أنا بصيت لها وقلت: بص يا سلمى، أنا جيت معاكي عشان عمي يسيبك تيجي الفرح مش أكتر، بس أنا بقى مش عايزة أدخل الفرح، فأنت خليكي براحتك مع أصحابك وأنا هقعد في الكافيه اللي جنب القاعة، ولما تخلصي ابقي تعاليلي عشان نروح سوا، بس ياريت بقى ما تتأخريش عليا عشان ما يحصلش أي مشاكل في البيت. بجد دي فكرة ممتازة، برافو عليك يا نهاد، انت فكرتي في كده اصلا عشان تبقي انت مرتاحة وانا مرتاحة. بقولك ايه يا حبيبتي، انت اصلا لو كنت دخلتي معايا الفرح ما كنتيش هتتبسطي خالص، وبعدين بصراحة انا عايزة ابقى براحتي مع صحابي. وفعلا دخلت سلمى الفرح ودخلت انا اقعد في الكافيه، وانا قاعدة كنت ملاحظة ان في شاب عمال يبصلي ومركز معايا، كنت عارفة هو بيبصلي ليه، اصل انا كنت حاطه ميك اب تقيل قوي فما كانش باين التشوهات اللي في وشي بسبب مرض البهاء. وبعد شويه لقيته امن على الترابيزه بتاعته وجه قعد على الترابيزه بتاعتي وقال: مساء الخير يا انسه، تسمحي لي اقعد معاكي شويه بس اتكلم معاكي؟ مش تطفل والله، بس انا عايز اسالك عن حاجه مهمه قوي بالنسبه لي. احب اعرفك بنفسي الاول، انا الرائد محمد سالم الجبالي، وانت بتسألني ان كنت اسمح انك تقعد ولا لا بعد ما قعدت وخلاص؟ لو سمحت بقى انا عايز اقعد لوحدي ومش عايز اتكلم مع حد، واظن مفيش بيني وبينك اي معرفة عشان تسألني عن اي حاجة، وانا مش مهتم اعرف انت مين، رائد، ضابط، معلم في الوكالة، برضو ما يهمنيش. وسبته وخرجت بسرعة من الكافيه وفضلت اتمشى حوالين القاعة لحد ما جه الوقت اللي كان عمي محدده لينا عشان نرجع البيت. اتصلت على سلمى تستناني قدام القاعة لان كنت اتمشيت بعيد عن القاعة قوي، وكنت ملاحظة ان الشاب ده ماشي ورايا في كل حتة بروحها. ولما وصلت لقيت سلمى لسه مخرجتش من القاعة، عشان كده اضطريت ان ادخل الكافيه تاني، بس الغريبة ان الشاب ما دخلش ورايا، وساعتها انا فرحت وقلت الحمد لله اخيرا بقى يئس وسابني في حالي. بس استغربت لما خرجت لقيته واقف بيتكلم مع سلمى ولقيتها عمالة تضحك، ولما قربت منهم سلمى بطلت ضحك وهو مشي على طول. يعني كان لازم تخرجي دلوقتي يا ست الكل، مش كنت عارفة تستني شوية؟ تصدقي بالله يا بنتي يا نهاد، انت سبب كل حاجة وحشة بتحصل في حياتي، يا ريتك ما كنت جيتي معايا اصلا. يلا اتفضلي خلينا نتنيل على عيننا ونروح. طبعا انا ما ردتش عليها لان الرد ملوش اي لازمه، خصوصا في عقليه تعبانه زي عقليه سلمى. وعدت الايام وكنت قاعده ومستحمله وما بسمعش اي حاجه من عمتي وسلمى غير الكلام اللي يجرح ويجرح كرامتي ويجرح مشاعري. كنت مستغربه جدا لان قبل الفرح اللي رحناه كانت سلمى بتتجنب اي كلام او تعامل معايا، لكن بعد الفرح بقت بتتعمد تجرحني وتهني وتخليني افقد الثقه في نفسي في كل وقت. ما اعرفش ليه كده، الموضوع زاد عندها، كانت واخده مني موقف شديد جدا وكانت بتكرهني اكتر من الاول. وفي يوم كنا قاعدين كلنا في الصاله ولقيت عمي منصور بيتكلم في موضوع مهم، وعمتي بتقول له: بقول لك ايه يا منصور، في عريس كويس قوي عايز يتقدم لسلمى، هو ما شاء الله عليه ظابط ومستواه حلو قوي، وكان عايز يقابلك رسمي. ومين بقى العريس ده ان شاء الله، ويعرفها منين، وليه ما جاش كلمني انا على طول؟ ازاي يتكلم معاك انتي ولا مع بنتك من ورايا؟ هي بنتك ايه، بتعرف شباب وبتتكلم معاهم وتتعرف عليهم كمان ومستغفلانا؟ يا بابا حرام عليك، بلاش تظلمني بقى، ده شافني في الفرح اللي كنا فيه من كام يوم واعجب بيا وطلب مني انه يجي يقابل حضرتك ويطلب ايدي رسمي، الراجل ما كفرش يعني ولا حاجة. وهو هيعرف ازاي اذا كنت انت موافقة ولا لأ يا ست هانم، اذا كنت انت ما ردتيش عليه ولا اتكلمتي معاه؟ هو انت يا بنت مفكراني عيل صغير بتتحكي عليه؟ ما تتكلمي دغري يا بنت عشان كلامك يدخل الدماغ. بقول لك ايه يا ابو سلمى، البت يا اخويا مش عارفه تفهمك، اصل هو لما كلمها هي اديته رقمك وقالت له لو عايز اي حاجه كلم بابا، انا ماليش دخلي في الموضوع ده، ما انت عارف بنتنا مؤدبه ومتربيه قد ايه ومستحيل تعمل حاجه غلط.
خلاص خلاص، لو كان الموضوع ده كده خليه يتصل بيا ويكلمني، اهو على الاقل تبقى واحده اتجوزت ويبقى مش فاضل عندنا غير واحده بس، باذن الله تتجوز هي كمان ونفوق لنفسنا بقى، ربنا يسعدهم. اه ان شاء الله يا بابا، ان شاء الله نهاد برضو تلاقي واحد يرضى بيها. امال يعني هتفضل قاعده كده؟ انا هبقى اكلم خطيبي يشوف لها واحد من صحابه، بس بقى لما نتجوز احنا هو اكيد هيتعب قوي على ما يلاقي واحد يرضى بيها، بس معلش على راي المثل كل فوله وليها كيال. بقول لك ايه يا بت انتي، هو لسه بقى خطيبك؟ مش لما اقعد معاه الاول واشوفه مناسب ولا لا؟ ولا انت يا اختي فاكره ان انت عشان موافقه يبقى خلاص الجوازه هتتم؟ لو لقيته مش مناسب انا هرفضه، وكلمتي انا اللي هتمشي برضاكي او غصب عنك. ما هو انت ما تعرفيش مصلحتك، ولازم العريس اللي هتتجوزيه يكون مناسب عشان ابقى مطمن عليكي. زي ما قلتلك قبل كده، انت هبله ودماغك خفيفه، ولازم لك راجل حمش يشكمك عشان تمشي زي الجزمه. وبالفعل اتصل العريس على عم منصور وجه عشان يقابله ويتفقوا على كل حاجه، بس العريس كان جاي لوحده لأنه كانت قاعدة تعارف. عمتي سامية كانت بتكلمني في المطبخ وبتقول: فيه ايه يا حبيبتي؟ هو انت حاطة مكياج تقيل قوي كده للنهاردة؟ النهاردة يا اختي قراية فتحة سلمى مش قراية فتحتك انت. لما يبقى يجيلك عريس ابقي حطي مكياج زي ما انت عايزة، انما النهاردة انا عايزة سلمى بنتي هي اللي تبقى متميزة، وانت طبعا فاهمة قصدي. فاهمة قصدك طبعا يا عمتي، حاضر هدخل اغسل وشي حالا. وبعدين انا مش هدخل اصلا اقعد معاكو، ده انا كنت حاطه المكياج ده بس عشان خفت حد يشوفني وهو معدي كده ولا كده، وحضرتك عارفة ان انا بتكسف يعني حد يشوفني بالبقع اللي في وشي. يا حبيبتي وشك ده خلقة ربنا، وكل اللي ربنا يجيبه حلو، محدش فينا يقدر يتحكم في اي حاجة في نفسه. وبعدين يا ستي اهي سلمى هتتجوز وتبقى انت اللي موجودة معانا انا وعمك وبس، وساعتها بحطي مكياج والبسي وخرجي وتدلعي زي ما انت عايزة. يا رب يا اختي ربنا يفرحك قريب بإذن الله. دخلنا على سلمى لقيناها حاطة مكياج بسيط قوي ولابسة فستان جميل جدا، وحقيقة ربنا كانت زي القمر، وخرجت عشان تقدم العصير. وبعد شوية سمعنا العريس وهو بيتكلم مع عم منصور، العريس اللي كان اسمه محمد. معلش يا عم انا اسف في السؤال، بس انا قاعد كل ده ولسه العروسة ما خرجتش، امال هي فين سلمى؟ سلامة نظرك يا ابني، هو المكياج اللي البت حطاه غيرها ولا ايه؟ ما هي سلمى قاعدة قدامك اهي. لا يا عمي مش دي سلمى اللي انا كنت عايزة اتقدم لها، انا بتكلم على اللي كانت قاعدة في الكافيه وحاولت اتكلم معاها وهي رفضت، انما دي اختها، انا خدت رقم حضرتك من الانسة دي علشان اخطب الانسة اللي كانت قاعدة في الكافيه. انا والله يا ابني ما فاهم اي حاجة من اللي انت بتقولها دي اصلا، انا كل اللي اعرفه ان سلمى بنتي قالت لي ان في واحد عايز يتقدم ليها لا اكتر ولا اقل، لو سمحت اتكلم بالراحة عشان نفهم. يا عمي انا كنت قاعد في كافيه من كام يوم وشفت بنتين نازلين من العربيه، كان فيهم واحده بسم الله ما شاء الله شبه الملائكه كده، اول ما شفتها خطفت قلبي ما بقتش قادره اتلم على اعصابي، ومن شده جمالها ورقتها راحت قعدت لوحدها كده في ركن في كافيه. كنت مصمم ان انا اقوم اتعرف عليها، بس قبل ما اتحرك من الكافيه لقيتها وقفت كده واتكلمت هي والبنت اللي معاها، وبعد كده دخلت قعدت في الكافيه تاني، والبنت اللي معاها الأنسة دي دخلت الفرح. قمت أنا قربت من الأنسة اللي كانت قاعدة واتكلمت معاها وحاولت أديها رقمي، لكنها رفضت تتكلم أو ترد عليا وسابت الكافيه وخرجت. أنا بقى خرجت وراها، وكنت كل ما أجي أقرب منها عشان أخد الرقم بتاع حضرتك تمشي وتسيبني، ولما لقيت مفيش فايدة رجعت تاني استنيت أختها لحد لما خرجت من القاعة وكلمتها. وفلاش باك ومحمد بيحكي، محمد كان واقف بيكلم سلمى وقال: مساء الخير يا أنسة، أحب الأول أعرفك بنفسي، أنا محمد سالم الجبالي رائد في الجيش، وبابا يبقى سالم الجبالي رجل أعمال كده بس على قدنا. أهلا وسهلا يا محمد بيه، عايز حاجة حضرتك؟ أنا اسمي
أنا آسف يا أنسة إن أنا هقطعك في الكلام، بس معلش تسمعيني للآخر لأني مستعجل جدا. أنا بصراحة شفت أختك وأنا معجب جدا بيها، وكنت عايز رقم تليفونها لأني بصراحة حاولت أكلمها وهي رفضت، وأنا واقف مستنيكي لما تخرجي. أنا عايز أرتبط بيها وشايف إن هي دي الإنسانة اللي قلبي اتحرك ليها. أختي مين؟ أنت بتتكلم على سلمى؟ دي تبقى بنت عمتي مش أختي. وطالما أنت معجب بيها وعايز تتجوزها، أنا هديك رقمها وبقى اتكلم معاها وخد منها رقم باباها طالما أنت معجب بيها قوي كده. ورجع محمد من ذكرياته وقال، وفعلا أخدت رقمها من الأنسة دي واتكلمت معاها في التليفون عشان توافق تتكلم معايا المرة دي، بس فهمتها أن أنا عايز أرتبط بها رسمي وطلبت منها رقم حضرتك وكلمت حضرتك على الأساس ده. بس أنا متأكد أن هي مش دي اللي ادتني الرقم. اللي أنا شفتها في الكافيه كانت الأنسة اللي كانت واقفة قدام القاعة، وأنا فاكر شكلها كويس قوي، ولو شفتها في أي حتة تانية هعرفها. سلمى ردت وقالت، انت بتبصلي كده ليه يا بابا؟ ايوه انا كدبت عليه وقلت له على اسمي انا بدل نهاد يا بابا، واديته رقمي بدل رقمها. انا مش فاهمة ازاي واحد زيه كده وفي مركزه يعجب اصلا بواحدة زي نهاد وسيبني انا محبتش اقوله على حقيقتها وانها انسانة مشوهة، وقلت بدل ما يرفضها وضيع من ايدينا انا اولى بيه، انا ما عملتش حاجة غلط. استنوا لو سمحتوا، انت بتقولي ايه يا أنسة؟ يعني انا كنت ضحية لعبة قذرة منك؟ ان انت ازاي تعملي كده اصلا؟ ازاي تجيبيني لحد هنا وتطلعيني قدام ابوكي وقدام اهلك مغفل، وانضحك عليا من واحدة زيك انانية وما عندهاش قلب؟ بالراحة بس على نفسك يا سيادة المقدم، انت ازاي تغلط فيا؟ انا بقى هوريك اللي انت كنت عايز تتجوزها عاملة ازاي، وهعرفك كمان ان انت كنت مغشوش ومدحوك عليك بشوية مكياج كانوا مدارين التشوهات اللي في وشها، وهتسيب واحدة جميلة زيي. اصبر عليا دقيقة قبل ما تغلط وتخسرني للأبد وشوفها الاول وبعدين احكم. ودخلت سلمى وشدتني من ايدي بالعافية وخرجتني على الصالة. كنت انا بعيط ومنهارة من الكلام اللي هي قالته، وعم منصور لما شاف كده فضل يزعق فيها وقال، بنت يا سلمى انت ازاي تعملي كده؟ انت صغرتي نفسك وصغرتينا، ازاي تتكلمي على اختك بالطريقة دي؟ يا بنتي دي اختك مش عدوتك، عيب يا بنتي اللي انت بتعمليه ده. لحظة يا عم منصور بعد اذنك، لما حضرتك يا كابتن جيت تكلمني في الكافيه انا رفضت اتكلم معاك، وقلت لك اني مش عايزة اتكلم مع حد، وقلت لك تبعد عني، ايه اللي خليك تسأل عليا وجاي ورايا لحد هنا؟ عاجبك اللي حصل ده؟ ولو سمحت يا سلمى بطلي تقولي عليا مشوهة، اللي انا فيه ده حاجة بتاعت ربنا وممكن يبعتها لأي حد، انا ماليش ذنب فيها. بطلي طول الوقت تعاقبيني على حاجة انا ماليش دخل فيها، انا ما اخترتش ان والدي ووالدتي يموتوا في يوم واحد وابقى مجبرة اني افضل عندكم هنا، وبرضه ما اخترتش ان اتصاب بمرض البهاء ده وابقى متشوهة زي ما انت بتقولي، وانت تفضلي تتريقي وتضايقي فيا للنهار. هو ايه كمان يا ست نهاد؟ الصعبانيات دي يا حبيبتي ما بتدخلش عليا، ورغم انك مشوهة اختارك انت وسابني، انا مش عارفة هخلص منك امتى. وهنا اتكلم محمد العريس وقال، انا حقيقي اسف يا جماعة، اسف على سوء التفاهم اللي حصل بسببي، بس هي لو كانت فهمتني الحقيقة من الاول كان الوضع اختلف، لكن بسبب انها كذبت دلوقتي انا محطوط في موقف بايخ جدا بسببها. لا يا كابتن ولا موقف بايخ ولا حاجة، الخلاف اللي بيننا أمور عائلية ما بين أختين، أنا وسلمى أخوات، وإنت الموضوع ده ما يخصكش في حاجة، ولو سمحت كفاية لحد كده، أديك شفتني على حقيقتي ومش مطلوب منك أي شفقة أو كلام في الموضوع ده، بعد إذنك اتفضل امشي. ودخلت على سلمى الأوضة لقيتها بتعيط ومنهارة، وقفت قدامها وقلت، اهدي يا سلمى يا حبيبتي، احنا اخوات ومش حاجة بسيطة زي دي هي اللي هتفرق ما بيننا، وبعدين انت مش شايفة العريس اصلا دمه تقيل ازاي؟ والله العظيم انا مش عارفة انت كنت عايزة ترتبطي بالواد الرخم ده ازاي. بقول لك يا نهاد كفاية بقى وش الملاك اللي انت لابساه ده،
انا عارفه انك شايفاني انسانه بشعه وعايزه تعرفي ان انا بكرهك وبعاملك المعامله دي ليه. انا بعمل كل ده عشان ماما تبطل تقارني بيكي. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا سلمى؟ بقى عمتي بتقارنك بيا انا؟ ازاي يعني؟ هو انت مش شايفه الفرق اللي ما بيننا يا بنتي؟ ده فرق السماء من الارض، انت زي القمر، انما انا ربنا العالم بيا. ايوه يا نهاد، من قبل ما المرض ده يجيلك، من واحنا عيال صغيرين عمرها ما سمعتني كلمه حلوه. كنت لما اجي اختار اللبس كانت تقولي شوفي بنت خالك نهاد احسن منك، بتختار لبس شيك واحلى من لبسك. لما كنا نبقى في فرح او في اي مناسبه تقولي شوفي نهاد مكياجها احسن من مكياجك واجمل منك. حتى لما كنا في المدرسه كانت دايما تقول عليكي اشطر مني. ولما جالك المرض الجلدي ده انا فرحت قوي، لاني فكرت ان ماما هتبطل تقارني بيكي، لكن لها بقى للاسف ما بطلتش، بقت دايما تقولي كده رغم اللي حصل لنهاد. وشوفيها لسه شاطره ازاي وقويه وقادره تتماسك طول عمري، وهي بتقولي ان انتي اقوى مني واحسن مني وافضل مني كمان. عشان كده قلبي اتملى كره من ناحيتك. كنت خايفه لما ماما تعرف ان عريس زي ده ومن عيله كبيره ومكانته كبيره كده جايلك انتي واختارك انتي ورفضني انا رغم ان احنا كنا مع بعض بالفرح. فانا ساعتها خفت، اصل ماما على طول شايفاني اقل منك. طب تصدقي بالله ان عمتي اللي هي امك دي غلطانه وهبله في كل حاجه. يا حبيبتي ربنا خلقنا بامكانيات مختلفه، ما ينفعش ان انا وانتي نبقى زي بعض عشان انتي وانا بنكمل بعض. يعني مثلا الفرح اللي رحناه من كام يوم ده انا ما كنتش رايحه ومستحيل كنت هروح. انا كنت يا بنت كنت خايفه قوي من عيون الناس وكنت بطمن بوجودك رغم ان انت بتعامليني وحش، بس كنت دايما حاسه ان انا قويه وانت معايا. بس انا عارفه ان انت بتكرهيني يا ناهد، وعارفه ان ده حقك عشان انا بعاملك وحش، واكيد طبعا كرهك ليا ده هيزيد خصوصا بعد ما ضيعتي من ايدك عريس لقطه زي ده. بالعكس يا سلمى يا هبله، انا العمر كرهتك ولا عمري هكرهك. انا فرحانه قوي بالموقف اللي حصل مع العريس لانه خلاص خلانا نتكلم مع بعض وخلاكي تطلعي كل اللي في قلبك ليا. بقول لك ايه يا حبيبتي، باذن الله علاقتنا من النهارده هتبقى قويه وكويسه جدا. يا سلمى انت اختي وانا ماليش حد في الدنيا غيرك، وانا محتاجه دعمك عشان اقدر اواجه المجتمع بشكل ده، لان من غير وجودك جنبي انا هحس ان انا ضعيفه ومش هقدر اعمل اي حاجه في حياتي. واخدت سلمى في حضني وهديتها، ومن ساعتها بقت علاقتنا افضل من الاول، وبقت سلمى تعاملني كويس جدا، وانا اتكلمت مع عمي وخليته ما يفتحش سلمى في اي حاجه من اللي حصل. عشان كده رجعت علاقتنا احسن من الاول. كنت فاكره ان كده خلاص الموضوع انتهى لحد هنا، لحد لما لقيت عمي منصور في مره دخل عليا الاوضه وبيكلمني في موضوع. بقول لك ايه يا بنتي، انا عايزه اكلمك في موضوع مهم، بس عايزك تفكري كويس قوي وتفكري بعقلك عشان انا واثق ان الموضوع ده هيكون فيه خير كتير قوي ليكي، وانا واثق في عقلك وحكمتك لموازنة الامور. خير يا عمي؟ موضوع ايه اللي حضرتك عايز تتكلم فيه؟ انا ملاحظة ان حضرتك متوتر كده وانت بتتكلم، في حاجة كبيرة حصلت ولا ايه؟ ايوه يا بنتي، فاكرة العريس اللي اسمه محمد الجبالي اللي كان جه وتقدم من فترة؟ العريس ده يا بنتي جالي الشغل وقعد يتكلم معايا، وهو مقرر ان هو يطلب ايدك ويرتبط بيكي، وانا بقى دلوقتي عايز اعرف رأيك. اسفة يا عمي انا مش موافقة عليه، ولو ده اخر راجل في الدنيا مش هينفع ان انا ارتبط بيه. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا بنتي؟ ده انا كنت فاكر ان انت هتفرحي يعني ان عريس كويس ومن عيلة وليه مركزه زي ده اتقدم عشانك، وبعدين انت دي فرصتك هتعيشي عيشة كويسة جدا وظروف أحسن من اللي احنا عايشين فيها. يا عم أنا عارفة كل الكلام اللي حضرتك بتقوله، بس أنا رافضة عشان أحافظ على مشاعر سلمى. سلمى أختي، ده أنا ما صدقت إن علاقتنا بقت كويسة سوا، وأنا عارفة إن خطوبتي للعريس ده هتجرح مشاعرها وإحساسها، وأنا بصراحة ربنا مش عايزة أخسرها. حاول عم منصور يقنعني بكل الطرق، بس أنا رفضت تماما. وبالليل لقيت سلمى جاية تتكلم معايا وبتقول بقول لك ايه يا نهاد، انا شايفه انه ملوش لازمه ان انت طلعي تباتي في الاوضه فوق زي كل يوم. يعني يا حبيبتي باتي معايا هنا، السرير بتاعي كبير وهياخدنا احنا الاتنين،
وبعدين عشان نعرف نتكلم ونقعد نرغي مع بعض طول الليل، بدل ما انت يا اختي سهرانه لوحدك فوق وانا سهرانه لوحدي تحت. خلاص يا سلمى، وانا موافقه يا جميل اني انام معاكي الليله، بس ما تتعوليش على كده عشان انا خلاص اخدت على الاوضه فوق، وبعدين الجو فوق بيبقى طراوه قوي وكمان هدوء عن تحت. عارفه لو طلعتي نمتي معايا فوق مش هتنزلي تحت تاني ابدا. خلاص احنا فيها، نطلع النهارده ننام معاكي فوق وبكره يبقى ننام تحت ونسيب لهم الشقه براحتهم. وقعدنا نهزر ونضحك انا وهي لحد لما النهار طلع، وفجاه لقيتها بتقول لي: هو انت رفضت العريس ليه يا نهاد؟ انا بابا اتكلم معايا وعرفت منه انك رفضت العريس عشان خاطري، وبصراحه ربنا انا شايفه ان رفضك ده مش مبرر، فكنت عايز اعرف الحقيقه منك. والله العظيم يا سلمى اللي قلته لابوكي هو الحقيقه. انا فرحانه قوي ان انا وانتي بقينا بنتعامل مع بعض كويس، وبقيتي بتعتبريني زي اختك. يا بنت انا كده كاني كسبت جايزه نوبل، فمش عايزه اي حاجه تخلينا نخسر بعض مره تانية. طب وانتي يا نهاد متخيله يعني ان انا ممكن اخسرك حتى لو اتجوزت العريس ده؟ لعلمك بقى انتي اختي اللي انا طلعت بيها من الدنيا، ولا انتي ناسيه ان انا ما عنديش اخوات غيرك؟ بقولك ايه، انتي لازم تتجوزيه، ده هيبقى اكبر مصلحه ليكي، وبالمره اطلع من جوازتكو باخ ويبقى عندي صديق، وساعتها بقى يبقى عرفنا نختار ليكي عريس واخ ليا. بقولك ايه يا حبيبتي، انا بقى موافقه ان انتي تتجوزيه، ولو مش اتجوزتيه انا اللي هبقى زعلانه منك. انتي بتهزري يا بنت انتي ولا ايه؟ انا لا يمكن اتجوز محمد ده لو كان اخر راجل في الدنيا، ايه رايك بقى؟ لا ما بهزرش يا نهاد، وبتكلم جد، ومش هسيبك ترفضي محمد، الانسان ده محترم جدا وبيحبك، وكفايه انه دخل البيت من بابه لما لقاكي كويسه وشافك وعرفك واخد وقته في التفكير، وبعد كده جه وتقدم رسمي، يعني مفيش مجال بنسبه 1% للرفض. عشان خاطر يا نهاد بلاش تضيعي عريس زي ده من ايدك عشان اوهام في دماغك انت وبس. خلاص بقى يا سلمى نامي واسكتي، النهار طلع وبلاش كلام في الموضوع ده، خلينا نتكلم في اي موضوع تاني. انا خلاص قفلت باب المناقشه في الموضوع ده مع عمي ومش عايزه اتكلم فيه تاني. وانا كمان قفلت باب المناقشه معاكي ومع بابا ومع ماما، واتفقنا مع الكل وخلينا يحدد ميعاد يوم الجمعه، وهنقرا فتحتك ونلبسك الدبل سواء برضاكي او غصب عنك. لا انا مش هقابله لما يجي، وشوفي بقى مين هيقابله يا اختي. انت ازاي تتسحبي من لسانك يا بنت انتي وتقولي لابوكي وامك ان انا موافقه؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ زي ما قلتلك كده، هو جاي يوم الجمعه، ووريني بقى هترفضي ازاي. نامي بقى يا اختي عشان الصبح نختار لك فستان حلو واعمل لك شويه ماسكات كده وتطلعي زي القمر. هو انت فاكره ان انا هسيبك تفضلي قاعده على قلبي كده ولا ايه؟ لا طبعا انت لازم تنزحي تتجوزي باي طريقه عشان انا اشوف لي عريس حلو، وابقى خلي يا اختي جوزك يجيب لي ظابط من صحابه. وقضينا طول الليل والنهار نهزر ونضحك مع بعض. كانت سلمى مهتمة بيا طول الأسبوع لحد لما العريس جه هو وأهله. كانت سلمى بتمكيجني وتلبسني بنفسها، ودخلت علينا عمتي وقالت: يا نهار أبيض على القمر، والله خايفة عليك يا بنتي يا نهاد، تكون واحدة من أهل العريس عينهم وحشة وما ينوبنا منهم النهاردة إلا إنها تنشك عين. ربنا يستر بقى، على العموم هفضل طول ما أنا واقفة مشغلة القرآن عشان ربنا يبعد عنكم العين. ربنا يخليكم ليا يا عمتي، والله ما انا كنت عارفه من غيركم كنت هعمل ايه، اهو ابويا وامي لما راحوا ربنا عوضني بيكم. يا حبيبتي يا بنتي، ده انت بنتنا واحنا بنحبك، واذا كان في يوم يعني عملتك معامله مش كويسه فانا عايزاك تسامحيني. والله يا بنتي انا في مقام امك، بس ساعات كده الشيطان بيضحك على البني ادم ويخلي نفسنا تضعف. يلا يا حبيبتي ربنا يتمم لك بخير. ما تقوليش كده يا عمتي، انا عمري ما انسى ان انت الوحيده اللي فتحتيلي بيتك وحضنك ووقفتي جنبي، ربنا يخليكي ليا انت وعم منصور. ساعتها البت سلمى ردت وقالت: ايه يا ربي بانوراما دراما اللي انا وقعت فيها دي، ما خلاص بطلي عواطف انت وهي،
لو سمحتي يا ماما احنا ورانا شغل كتير قوي، اتفضلي يلا روحي جهزي الحاجات اللي هتقدميها لاهل العريس وسيبينا خلص تجهيز العروسه، عشان بصراحه انت دخلتي عطلتينا وبسببك عيونها دمعت وبوظت اللي انا عملته، وهبدا من اول وجديد. وانت يا ست امينه رزق بطلي عياط بقى، خلينا اشوف شغلي، مش كفايه اني همكيجك ببلاش كمان تطلعي عيني وتفضلي تعيطي؟ بس يلا ما انا متعوده، ما تنسيش يا بت انا هتجوز ابو جوزك، اهو راجل غني برضو ومقرش وحلوه زي ابنه، واعملي في حسابك لو ما خليتيش جوزك يجيب لي عريس في اسرع وقت هتجوز ابوه وانكد عليكي وابقى حماتك، انت فاهمه ولا لا؟ وفضلت سلمى تهزر معايا لحد لما خليت نضحك، وجه العريس وكان معاه امه وابوه، وتم الاتفاق على خير. هو بابا محمد لما عرف اني يتيمه ومليش حد يجهزني صمم انه هو اللي هيجهزني ويشيل كل الجهاز، وتمت الخطوبه بيني وبين محمد، وطلع انسان محترم واخلاقه عاليه، عمره ما حسسني اني ممكن اكون مشوهه او فيا اي نقص، وكنت دايما بحس من نظراته ومعاملته معايا اني اجمل ست في الدنيا. وفي يوم كنا قاعدين كلنا في بيت عمي منصور، ومحمد اتكلم وقال انا جاي النهارده يا عمي عشان احدد معاك ميعاد، عشان بابا وماما عايزين يجوا يشربوا القهوه مع حضرتك. ينوروا طبعا يا ابني وشرفوا في اي وقت، بس خير يا ابني؟ هو في حاجه بخصوص الجوازه ممكن تقولها لي ولا ايه؟ لا ابدا مش بخصوص جوازتي انا ونهاد، احنا موضوعنا خلص خلاص، ما فيهوش اي كلام تاني بصراحه كده. والدي جاي يطلب ايد سلمى لعزه اخويا الكبير، هو مش ظابط زيي لكنه بيدير الشركه مع بابا، ولما شاف سلمى في خطوبتنا اعجب بيها جدا، وكمان كلم بابا عشان يخطبها، وبابا رحب جدا بالفكره، هو عارف انتوا قد ايه ناس محترمين. بجد يا محمد الف مبروك يا بنت يا سلمى، فرحانه قوي ان احنا هنبقى انا وانت في بيت واحد، ما كنتش عارفه يا خيبه الامل ان انا هفضل متدبسه فيكي طول العمر. محمد كمل كلامه وقال والله يا عمي اخويا كان بدور على عروسه بقاله فتره كبيره جدا، واول ما شاف سلمى وكلمني عليها فرحت جدا، وقلت له يا زين ما اخترت، انا عارف ان هما الاتنين دماغهم مجانين، بس باذن الله هيعقلوا وهيفتحوا بيت. طب تصدق بقى يا محمد ان انا واخوك اللي هنرميكوا انت والست نهاد في مستشفى المجانين ونخلص منكم؟ يلا بقى شوفوا هنقرا الفاتحه امتى. شفت يا ست ناهد اختك المجنونه هترميني انا وانتي في مستشفى المجانين؟ هو انت يا بنت يا سلمى تطولي ان انت تصطبحي بوش ناهد اللي زي القمر ده؟ بقول لكم ايه يا جماعه، احنا باذن الله نحدد قرايه الفاتحه. ما تاخذنيش يا محمد يا ابني في السؤال، بس هو اخوك ده يعني عنده كام سنه؟ اصلا يا ابني بيتهيألي كده انه ساكت كده وبيتهيألي انه كبير. لا يا طنط أنا أخويا عنده 32 سنة، يعني مش كبير ولا حاجة، الفرق ما بينهم 8 سنين بالظبط، يعني عز الطلب. ولعلمك أخويا عاقل جدا، هو بس ما بيحبش يتكلم كتير ولا يهزر، يعني صدقيني هو اللي هيمسك دماغ سلمى بنتك ومشيها على العجين ما تلخبطوش. وفعلا اتقدم عزت لسلمى وكان إنسان محترم جدا، وهو وسلمى فهموا بعض من أول مرة، كأن سلمى كانت مستنية حد اللي يرسم لها الطريق وهي تمشي عليه. وبقى عندي سلمى أختي وعمتي سامية في كل مكان، وعم منصور معانا كمان، كلنا كنا عيلة واحدة. أنا حبيت بس أشارك معاكم قصتي عشان تعرفوا إن مقارنة أولادكم بحد تاني ممكن يخليهم عندهم غيرة وحقد من ناحية الإنسان ده، وكمان يخليهم ما هماش واثقين في نفسهم ويكرهوا نفسهم. أسوأ حاجة في الدنيا ممكن نعملها في أولادنا إن إحنا نقارنهم بحد تاني، ربنا خلقنا كلنا فينا مميزات مختلفة عشان نكمل بعض مش نعاير بعض. وتأكد إن الإنسان اللي إنت شايف حياته جميلة ومبهرة قدامك وبتتمنى تبقى مكانه إنت مش هتقدر تشيل شيلته لو رحت مكانه، لأن ربنا خلق كل واحد فينا يدوبك يقدر يشيل شيلته بالعافية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كل واحد فينا ربنا خلقه وخلق له كل التحديات اللي يقدر عليها، ومستحيل ربك هيديك حاجة فوق طاقتك،
فياريت تكمل سعادتك بإنك ترضى باللي في إيدك وتتمنى الخير لغيرك، ساعتها فعلا الدنيا هتبقى جميلة وكلنا هنعيش مع بعض في سلام. دمتم في حفظ الله.